الكلام اللي جاي تقيل. الشخصيات اللي هتسمعوا حكاياتهم دلوقتي سجلوا معانا بشرط عدم ذكر أساميهم، فلو تعرفتوا على صوت حد في الحلقة دي أو في الحلقات اللي جاية ياريت تساعدونا في الحفاظ على سرية هويتهم. مش مسموع. فاكر 25 خالص؟ مش فاكر انك نزلت مسيرة؟ مش لا. فاكر ان انت وصلت الميدان امتى؟ لا يمكن عشان كان شوك. طب فاكر اول مرة، سيبك من ده، فاكر اول مرة وصلت فيها الميدان؟ لا مش فاكر بصراحة. الاول كنت زعلان، انا مش فاكر الايام تحديدا، وحتى ساعات لما الناس تجيلي وتحكي لي عن قصة ابقى زعلان ان انا، طب ايه ده، انا ما افتكرتش القصه، ده ممكن تكون حتى حصلت في البيت هنا. بس في نفس الوقت انا يعني probably at peace مع نفسي دلوقتي ان يعني الحاجات ما كانتش بالوضوح ده، كان اكتر of ايه الحدث الجاي اللي هيشدنا تحت، امتى المسيره الجايه اللي هننزل من خلالها، مين راح فين وليه مختفي، يعني هو كان في حاجات كده. فانا مثلا مش فاكر اليوم اللي صاحبنا الفرنساوي اتقبض عليه، بس فاكر الوقت نفسه، فاكر ان قعدنا 48 ساعة مش عارفين هو فين، رايت، وبعدين فجأة عرفنا ان هو فين، ففجأة انا في البيت عنده. هل ده كان 3 فبراير 4 فبراير؟ مش متأكد. قصدي اقول ان الذاكرة بتلعب علينا لعب حقيقي، رايت، وان في حاجات اقوى مننا كده بتهجم على الذاكرة عشان كأنها بتصحح المسار من وجهة نظرها. مش عايزه احاول اريبريزنت ده باي طريقه من الطرق، فعلا يعني مش عاوزه اشرحه، مش عاوزه اريبريزنت، مش عاوزه كونتين ات، مش عاوزه اخلق له بوردرز، مش عاوزه احطه في كبسوله، خليه كده مفتوح عشان ده افيد بكتير شخصيا، يعني على المستوى الشخصي ان انا اسيبه ليكي كده ان انا احاول امسكه. ده محتاج حد يكون فعلا عنده مسافه كبيره جدا من الحدث، وانا ما عنديش المسافه دي. مش ان انا لسه في الحدث، لا انا عندي يعني، بس ما عنديش القدره دي، ما عنديش الثقه دي، ما عنديش الثقه دي ان انا اقول ايه اللي حصل. لا اليوم ده يوم فشيخ، اليوم ده فعلا 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 يوم فشيخ. انا مشكله انا عشان حاسس ان انا مش هينفع اقول فشيخ كتير في المايك. شغال بجد؟ طيب ماشي. هو فور ذا ريكورد يوم 25 يناير كان يوم فشيخ بحلاوته وبقذارته وبوسخته، بس ده يوم كان لازم يحصل، وعمره عمري 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 ما مندم على اليوم ده بالذات. واللي حصل يومين ما كانش اهبل فعلا فعلا. وكل الناس هتحاول توصف ده بطريقه مختلفه، ومحدش هيعرف فعلا يوصف الموضوع على حقيقته، عشان في حاجات فعلا، في حاجات ما بتتوصفش بالكلام، ممكن بالاصابع. المواطنون مصر، اتحدث اليكم في اوقات صعبه. مصر تمتحن مصر وشعبها، مصر وتكاد ان تنجرف بها وبهم الى المجهول. انا صراحه فاتني الجزء اللطيف بتاع الثوره، اللي هو مش لطيف قوي بالنسبه لانه في ناس ماتت وناس اتسجنت يعني تمام، بس ده كان الجزء اللطيف بالنسبه يعني اعتقد، وده فاتني فعلا. يعني الجزء اللي هو الاكتشاف والانبهار واحساس اللي هو انا مش مصدق ده بيحصل ده، وان انا اكون جزء من مجموعه حاسه ده في نفس الوقت مع بعض في نفس المكان، بدل ما انا قاعده لوحدي في الاوضه. انا شفت التنحي على فيسبوك، يعني انا كل حاجه بالنسبه لي عم في سكرين كده معينه، وانا عماله ببص على حاجه كاني مش موجوده. فده ده اللي غلس.
بس يعني على المدى البعيد يعني انا شاركت في احداث محمد محمود يعني وبعدين يعني قصدي يعني اوكي جبت ادويه وجريت شويه وشميت غاز تمام. فهو بس يعني يا خساره ان انا ما حسيتش بال ده مع الناس يعني ده اللي كان هيبقى مهم قوي بالنسبه لي. ده كان يعني اليوم بالنسبة لي برضو فاكر منه فلاشات كده يعني قاعد بتفرج على الأخبار مثلاً يعني بنفرج على الجزيرة مثلاً في الخن عمالين نسب الدين ونشتم ومش عارف ايه بعدين أخبار من تونس شوية بعدين أخبار شوية من اسكندرية مثلاً بيحصل ايه في اسكندرية إن في برضو تحركات في اسكندرية وفي السويس يعني مثلا مرة دخلت عشان الناس بدأت تلومني يعني انت في وسط البلد ومش هنا ليه فأوكي ماشي طب انا جاي لكم انا مش يعني ماشي انا واقف اهو تمام مبسوطين معاكم كنت بخش ابدن عليهم صراحة يعني هو انا يا جماعة انتوا بتعملوا ايه يعني بتنفخوا في قربة مخرومة يعني وفي نفس الوقت خايف يجرى لي حاجة في 25 ده بالذات وخايف عليهم فانا مش قادر امشي وخالص وانفض تماما وما اسالش وما ابصش واعمل نفسي عبيط. انا جات لي مسج او مكالمه في مرحله ما تعرفني بانه في مسيره سريه من ناحيه برده مش فاكره خالص ازاي ده حصل. فروحت ناحيه بقى وكان شكلنا عبيط قوي واحنا داخل بنحاول نلاقي الناس وعاملين نفسنا قال يعني ده مكان الطبيعي واحنا جايين هنا بنتفسح في السوق تقريبا. وبعدين بدأت بقى أول مظاهرة دي اللي كان فيها يعني كانت مظاهرة صغيرة وكان فيها وشوش مألوفة جدا جدا بتهتف ففاكرة كده مشاهد مقطعة منها بس أكتر بقى مشهد فاكراه لما طلعنا الكوبري اللي يعديكي ناحية التانية لجامعة الدول فاكرة قوي 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 المشهد ده بتاع ان احنا يعني عمالين المسيرة تكبر وناس عمالين يكلمونا وناس يشوفونا أصحابنا ويضموا واحنا طالعين على الكوبري ده وفي كوردون قدامنا وفي يعني وبعدين فجاه كده في امن عمالي يتجمع حوالينا بس فجاه كده الدنيا بتنفتح كده وبندخل على جامعه الدول العربيه. هما هيسيبونا كده لغايه امتى؟ ده كان ابنورمال انك تبقى بتعمل حاجه الدوله مش عايزاك تعملها حتى لو حاجه دي انك تمشي لمده تلت ساعه. في احساس احنا مع بعض في الموضوع ده احنا يلا نغني مع بعض يلا صوتنا يلا مع بعض يلا نبقى اورجنايز مع بعض يلا لو الناس اللي ورا بتقول يلا بسرعه اطلعوا قدام عشان بنحاول نخلينا كتله قد ما نقدر مش عايزين نبقى رفيعين كده وطوال عايزين نبقى كتله فتحس انك عندك احساس اللي هو يلا تعالوا عند اخر بطل احمد كده قبل ما اطلع كوبري اكتوبر كان اول محاوله للبوليس ان هو يحاول يوقفنا تاني وما عرفوش وده حاجه هو ده كان النصر هو ان هما اكشلي ما عرفوش يوقفونا. كان معايا الكاميرا فاكره ان قعدت اطلع في عمارات اصور مش عارفه بصور ليه بس بصور كنت موصلي الفكره ان كنت بصور وانا ماشيه فكانت صور كتير كانت اللي هو ناس من ظهرها او انا اتدور واصور ناس ورايا بس كلها في الاي ليفل بتاع أسري يعني. طالعين بقى من المطار وانا المنظر بقى بالنسبة لي غريب جدا في انتشار امني مرعب في مدينة نصر يعني المنطقة كلها والشوارع فاضية 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 تماما وابتديت اللي هو كل شوية عارف يا جدعان هو ايه اللي بيحصل ليه البلد عامله كده هيقول لي عيد الشرطه انا اللي هو يا جدعان من امتى عيد الشرطه يعني الدنيا الناس فاضيه كده يعني في حاجه بتحصل صح كده فبعدين في نفس اللحظه دي كلمني واحد صاحبي اللي هو كان معايا في الجامعه ده اللي كنا ننزل مع بعض وبيقول لي انت فين الحمد لله على السلامه وفي بقى زعيق وصوت حواليه كده دربكه انت فين تعالى دلوقتي عند كان في كان على كوبري قبل كوبري اصلا يعني عند كوبري الجلال
ولو في ايه يا عم بسال تاكسي. اه لا دول جايبين عساكر هنا وبصي عساكر هناك بصي هناك في 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 جوله بتحصل بصي وبصي يعني بنشاور على البلد بطريقه مختلفه يعني. وبنشاور على الكوبري وبنشاور واحنا نازلين من الكوبري وبنشاور في الشارع ففجاه بقى في اكن نوع من ان انت اكنك سايحه كده بتعملي جوله وبيشاور بنشاور لبعض يعني. اه بص دول بص دي بص ده. انا فاكره وانا ببص في ناس كتير قوي كنتش اعرفها وقتها وبقيت عارفاها النهارده ناس شجاعه وناس ناس مصدقه قوي حاجه كده مش عارفه مصدقين ايه بجد مش فاهمه. وطلعت وقفت فوق خالص على السلم لوحدي وشايفاهم بيهتفوا بيزعقوا بيقولوا رايهم يعني كنت مخضوضه كنت متفاجئه فعلا ان في حد ممكن يقف في الشارع يقول رايه يعني وبيهتفوا لحاجات تهمني وحاجات تهمك وحاجات مش بالضروره هم محتاجينها يعني. بصي عليهم انا عارفه ان هم انتوا مش مسؤولين في اللي انتوا بتهتفوا فيه. وبعدين ابتديت خلاص انا عايزه اكمل ميدان التحرير يعني خلاص كان واضح ان هم قافلين الشارع وكان واضح ان الناس اللي جايه من بعيد كلها مضروبه او بتجري وحتى البوليس متاهب اكتر بكتير الناحيه اللي هناك. فانا قلت لها واضح ان دي الناس اللي هم سايبينهم انا مش عايزه اقف مع الناس اللي هم سايبينهم انا عايزه اروح مع الناس اللي بتحاول تعمل حاجه مختلفه عن اللي هم سامحين لنا بيها. وانا وقت كنت انزل في التحرير كان فضولي اكتر من اي شيء. فضولي انه كيف الناس بتجمع وكيف الناس بتظاهروا وكيف الناس في عندهم صوت وصوت كان عالي ومسموع بالدنيا كله. وبالنسبه لي كان مسموع جدا بسوريا جدا. This was for me العكس تماما الاحساس تبع العجز يلي في الحرب. عكس تماما نفس الاحساس اللي انا كنت حاسسته ب 2004 و5 وبعدين ب 6 و عكس تماما. بصراحه تامه انا مش فاكره خالص احنا دخلنا الميدان منين خالص. فاكره ان احنا وصلنا ميدان التحرير واتفتح وان في ناس بتصرخ وناس بتعيط وناس بتحضن الوافدين من بره اللي هو في كده حاله اللي هو كسرنا الحدود. قابلت مدرس بتاعي في الميدان وبعدين شافني قال لي ايه ده ما تخيلتش ان طلبه الجامعه الالمانيه هيبقوا هنا ها ها ها. قلت له ما انت بتدرس في الجامعه الالمانيه يعني لا احنا هنا احنا كذا حد مننا. قال ايه ده فعلا كذبت عليه تماما ما اعرفش ليه كنت بدافع عن طلبه الجامعه الالمانيه كأنهم حاجه يعني لا هم هيبقوا هنا وهو ما كانش في حد هنا بس انا ما اعرفش اليوم ده يعني الذكرى دي انا قعدت اسال هو ليه كذبت عليه ان في لا طلبه تانيين جامعه يعني بس هو كان في حاله دفاع كده عن اللي هم لا بتوع الجامعه الالمانيه على فكره يعني هم عندهم مشاكل طبقيه وعندهم بس في منهم برضو عايز عنده فضول يعني حتى لو مش عنده تاريخ سياسي بس لا الفضول بيخلي الناس توصل لحته تانية من كسر الصور النمطيه دي. فقلت لا 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 ده في كتير قوي بس احنا في ميدان كبير اوبن اير مفيش اي عربيات مفيش تلوث ميدان اكشلي كانت اول مره اشوف ان شكله حلو. كنت دايما بالنسبه لي التحرير ده مكان بعدي منه زحمه وبكرهه وخرى واكزوست وكده وكانت اول مره ابقى اللي هو قاعده في المكان ده وانا مبسوطه ومش عايزه امشي منه ومش عايزه ابقى اللي هو يعني عمل شيفت كده للطريقه اللي بتشوفي بيها المساحه والمكان وارتباطك بيه واحساس انك قاعده مستربعه على الاسفلت. غالبا ده احساس الناس اللي في العالم المتقدم لما بيبقوا في بارك مثلا يعني. بقى في انرجي شويه ان احنا طيب احنا هنا وهم مش عايزيننا هنا قوي فهم هيحاولوا يمشونا بس احنا كتير قوي وانت مش شايف اللي بيحصل 20 متر بعيد عنك اللي هو مش بيحصل في اتجاهك انت مش شايف. فدخلنا في فيس تاني اللي هو ايه ده الميدان بتاعنا واحنا لازم نحميه. كانت حاجه مش موجوده قوي كده لازم نحمي الناس من ان هي تدخل تمشينا احنا واصحابنا. هو انا شايف الضابط يعني الضابط بيعدي المظاهره اللي هو بيعدي المظاهره عادي ماسك اللاسلكي ولابس الكاسكته بتاعته ورايح من بوينت اي لبوينت بي ومفيش حاجه. انا عارف ان هو رايح يورجنايز انه يحاول يوقفني بس هو بيعدي عادي مش هعمل له حاجه اصل ظابط.
ولقيت الناس بتاخد الكنزات وبترميها، كله كان بقى بيتسابق على الكنز ان هو يروح ياخدها ويرميها. وساعتها الكنز دي معاش يمكن ما كانتش لسه اللي هو النوع اللي بيسخن في الايد قبل ما بترجع، فكانت عاديه جدا، وكانت بتبين ان لما بنرميها كان في حاجات بتحصل، يعني ان هما بيجروا، وان هو الانفينسيبيليتي بتاعت الشرطه بدات تبان، اللي هو ان الشرطه ما بتتمسش بدا ده يتكسر. ما هو كده بننط بقى على اللي هو ايه بدايه المعركه، فهم الداخليه هتحاول تبقى داخليه علينا. وفجاه حسيت ان انا عارفه انا بعمل ايه، وحسيت ان انا لقيت مكاني وهي نفس الحاجه، وبقيت عارفه انا بجري فين وبنط السور. انا عمري ما عملت الحاجات دي، بس في اللحظه دي عملتها من غير ما افكر، وكاني عارفه انا المفروض اعمل ايه يعني. فطلعنا بقى زي اي حد مش عارف ان الحاجات دي بتعور، عشان ما عندوش خبره خالص في ان ده ممكن ان اي حد يتصاب قوي. رحنا فكنا بنزقهم، حدف عليهم طوب. لا انا ما كنتش برمي طوب، وكنت بوقف رمي الطوب، عايز اقول لسبب انا مش مفكر، ما لحقتش افكر. فانا ايه ارائي فكره ان احنا نتخانق مع الداخليه ما خطرتش على بالي، بس كنتش برمي طوب. ميبي كنت انا الايميل بتاع السلميه ده مأثر فيا، مش عارف. يعني انت عمرك ما نزلت مظاهره قبل كده؟ بس عادي رميت طوب ولا حصل حاجه ولا فكرت في موضوع ولا جه؟ لا لما شفت الواد بيقع وان الراجل جاي بالعربيه المطافي، عادت ان العربيه المطافي في صفنا يا جماعه، المطافي ده تبعنا يعني، اللي جاب مطافي وفجاه من الوسخه اللي ماسك بتاعه بيدهس في الناس بالمطافي، وبعدين الواد ركب بعدين وقع وحشه يعني رصيف ظهره على نص رصيف كده، يعني كان منظر وحش بالنسبه لي. فاللي هو ايه الظلم ده يعني؟ ليه بتعمله كده؟ فيلا بقى يا ولاد متناكه يعني، وهم بيحدفوا طوب علينا يعني، اللي هو جايين بنوت سلميه وهي ما يعني في الاول خالص الكلاشز فعلا الناس من كتر ما هي بتيجي موضوع السلميه ده بينفع يعني. في ميدان الجلاء اول مسيره مصطفى محمود دي فتحنا الدنيا، ما كانش فيه دب قوي يعني، كانوا بتاع اربع صفوف امن مركزي قافلين الكوبري اتزق، بس طبعا لما بيتزقوا بيبقى فيه الامن المركزي بيضرب، بس الناس دي بتاخدها واللي في الوسط بيعدي عادي يعني. فسلميه هي سلميه يعني، كنا لسه مؤمنين بفكره سلميه، بس برضو كنت انا يعني ده سلميه يعني، الواحد لما حد في طول ده سلمي. انا كنت مرعوب قوي ان قد ايه الناس اللي حواليا مش شاطرين، لو انا ومو اللي محتاجين نبقى في الصف الامامي، فين الناس بقى اللي هم بتوع الصف الامامي؟ كانش في خوف قد ما كان في اكسايتمنت، كان في شقاوه كده، اللي هو احنا بنرمي طوب على الداخليه، انت بتعمل حاجه شقيه مش بتعمل حاجه خطر يعني. انا برضو مش همسك ظابط اديله بنيه في وشه، بس لا مستعد اضربه يعني، مستعد يعني، مستعد اضربه بعيد. مستعد اشوفه بيتضرب وما احش قوي يعني. طب رجعت تخاف منهم؟ انا عمري ما بطلت اخاف منهم، عمري بطلت خاف منه، بس you maneuver بقى. Start saying I'm gonna pick less fights here. أنا وأنا صغير أنا مش بتاع خناقات، أنا مش بتاع ضرب، أنا حتى لما كنت بنزل مظاهرات أنا كنت بنزل بضرب تمام، بس بضرب بشياكة، فأنا متعود على الوجع ومش متعود أوجع. فأنا وجودي في الصفوف الأمامية، لما كنت بقف في الصفوف الأمامية أو في اللحظات بطلع فيها في الصفوف الأمامية، وجودي ده كان مبني على فكرة وجود، احنا لازم نبقى موجودين، لازم نبقى كتير، العدد ده بيبقى مخيف. فأنا حسيت ان ده دوري ان انا ابقى موجود واضرب خطوبة، بس ان يبقى فيه الوجود او الدفع ده. وبالنسبة لي الديناميك ده كان غريب شوي، لانه لأول مرة انا ابقى في احتكاك معين بالامن، وما يبقاش احنا الاقلية بكتير قوي. وفي مرحله ما كده انا حتى مش فاكره ازاي ده حصل، بس في مجموعات كده قعدت في الميدان وبعدين اتفقوا على ان يطلع اول بيان. خلاص الشعب يريد اسقاط النظام من اجل العداله والحريه والكرامه الانسانيه. ايها المواطنون والمواطنات، يا خراب اسود، في هذه اللحظه الحاسمه وفي مواجهه محاوله مبارك لاجهاض ثوره الشعب المصري،
تناشد القوى الوطنية أبناء شعبنا لنتمسك بمطالبهم وفي مقدمتها. واحد، استقالة رئيس الجمهورية فورا. اثنين، تشكيل حكومة وطنية مؤقتة من قوى تثق بها جماهير الشعب ويستثنى منها الحزب الحاكم بكل رموزه وقياداته، تكون أول مهمتها الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، محاسبة المسؤولين عن سياسات الإفقار والتجويع والتعذيب، إطلاق الحريات لكل فئات الشعب لتشكيل منظماتهم بحرية. وحتى تحقيق هذه المطالب فإننا ندعو كل أبناء وبنات الشعب المصري إلى واحد، إعلان إضراب عام عن العمل بدءا من غدا الأحد 30 يناير 2011، واثنين، تشكيل لجان شعبية في جميع الأحياء لحماية ممتلكات الشعب والتصدي لكل محاولات التخريب التي يقوم بها فلول النظام الحاكم لتشويه ثورة الشعب وإجهاضه. عاش ثورة الشعب المصري، كل حرية للشعب، كل التفاني للوطن. هي دي طلعت امتى يا جماعة؟ انا حاسة ان دي كانت بادية في 25، واضح ان انا بدخل حاجات في بعض. اوكي، لا ده مش اللي طلع اول يوم، ده اللي طلع اول ما ابتدى اعتصام التحرير يبدأ. كل الحاجات اللي فيها يعني مواجهات وحاجات كده كان فيها دايما الاداء البشع ده من الاول كده، محاوله انه يبقى فيه ادوار جندريه واضحه، فالرجاله هم اللي قدام في المواجهات والبنات مثلا واقفين بعد خمس صفوف بيرشوا البتاع بتاع الغاز بحاجات كده. وانا يعني انا مانيش بني ادمه، انا مانيش شبح في نفسي يعني، مانيش اصلا هعرف افيد في اي مناوشات او اي حاجه كده. بس انا في لحظه بالليل لما ابتدوا الفض كنت في الجنينه اللي عند المجمع، وكنت مهووسه قوي بان انا احاول اخد لهم صوره. وكانوا كان ده عند اللاين اللي فيه يعني اخر صف من المعتصمين والداخليه، فقعدت سرحت في ان انا عمال احاول اخد خطوه لقدام خطوه قدام ورا السور اللي حوالين جنينه المجمع، بحس ان انا اخد الصوره من وسط السور. وبعدين في لحظه ما جمعت ان كله تراجع لورا، وان انا بقيت لوحدي وفي يعني سور وبعدين في صف الداخليه، بس انا كنت مستخبيه. فابتديت احاول اتقهقر كده بهدوء، ففي حد شافني من الداخليه وشاور عليا وشاور عليا، فلسه بيلفوا ناحيتي عملت رياكشن غريب جدا، قمت قايمه بسرعه وشايله الكابيشو قلت له بنت، قمت جري. ولسه كده واقفين، لسه ما فيش اشتباكات يعني، في ناس بس بتجري من الحكومة من البوليس، ده الوضع ان احنا بنجري من البوليس بس ما بنضربهمش. وفجأة لقينا المجموعة بتولع في بوكس تحت يعني في ميدان عبد المنعم رياض بالظبط، والبوكس بقى فيه عساكر. ودي كانت بقى اللحظة اللي هي لا احنا مش هينفع، مش لا مش هو ده الحل، لانه فعلا شفت العيال بتولع يعني والناس بتنقذهم وبتاع، وهيصة كده غريبة. كان بالنسبة لي كده فيجوال كده غريب جدا، انا واقف كده بتفرج على بوكس بيولع. ودي كانت اول لحظة فيها عنف مننا يعني، وكان عنف كبير جدا يعني، انه مفهوم يعني انه برضو الناس دي متمارس عليهم عنف اكبر يعني. بس دي كانت بالنسبة لي مثلا لحظة خوفتني من قد ايه من قوتنا يعني، احنا برضو عندنا شر. طبعا اول رد فعلي لا يا جماعة سلمية يا جماعة مصحش يا جماعة، وانا بصور طبعا هو بصور ومش مصدق اللي انا شايفه، بس لا يا جماعة سلمية يا جماعة سلمية يا خرايا. وبعدين في صمت، لحظة صمت، ميتين 300 400 شخص لابسين لبس عادي وبيجروا تجاه موجة حشرائي جراد، معرفش فاقد واحد يوصفه ازاي، بس ايه كان فعلا المشهد مرعب، وبيجروا تجاهك. فانا في اللحظة دي جريت، وفاكرة ان احنا فضلنا ماشيين في شوارع وسط بلد ساعات وساعات، وان انا ابتديت اهتف، وهي حاجة اصلا معرفش يعني مش بس مش عارفة ان انا بعرف اهتف، مش عارفة اصلا يعني ايه الناس بتهتف. وفاكرة ان انا في لحظة صاحبتي اللي كانت معايا كانت بتصورني، هي بتشتغل في السينما، فقلت لها تصوري ايه؟ قالت لي بص، وانا بقى عمالة اهتف
واهتف والناس تهتف ورايا، بس فاكره ان انا وصحابي يعني. وقالت لي بصي وراكي، وبصيت ورايا ولقيت مظاهره، في مظاهره ماشيه بتجوب شوارع وسط البلد انا اللي ماشيه بيها يعني، او انا اللي بقودها. وهي حاجه زي ما بقولك قبلها بعشر دقايق ما كنتش عارفه اصلا يعني ايه اهتاف يعني. وقعدت بعدها لما رجعت بقى بعد فتره حقيقه ما فيش لحظه رجعنا تاني عقلين من اللحظه دي، لكن في ضابط وقف قال لي انا هجيبك اوعي تفتقر له. كان بقى معايا الاف وهو معايا هو عساكره يعني، انا معايا الاف يا فرق. وفضل واقف لي مش هنساه، وفي جنون في عينيه يعني، عارفه الناس تبص في عينيهم وفي بيزي. قعدنا مش مشينا بالشوارع في الشوارع لغايه ما وصلنا شبرا، ويمكن كان عمري ما رحت شبرا في حياتي مش متاكده. صاحب الاوضه فتح الباب، راجل عجوز جدا، حاجه و70 سنه مثلا، دكتور قانون. مراته اللي فتحت اتخضت جدا، ايه ده ايه ده، في ايه ومش في ايه، انا بس حاجه في ثوره في الشارع وبتاع والبوليس تحت وهيقبض علينا والنبي ما احنا بس هنقعد هنا وما لغايه بس ما الدنيا تهدى. فالست دخلت قالت لجوزها، فجوزها راح جاي لنا، تعالوا ولاد الكلب خشوا جوه. راحوا مخبينا في الاوضه، هي اوضتين وصالة كده مش صالة يعني، ممر قعدنا فيه. وهو راجل بقى ايه، ابن وسخة خالص، فاضي تقريبا، فما صدق لقى حد يمارس عليه معلوماته اللي هو القانونية اللي عارفها. وبدأ بقى يقول لنا ان احنا بنعمله ده ما اسموش ثورة، ده اسمه فوضى، وانتوا بتعملوا ايه وبتخربوا مش عارف ايه. واحنا طبعا احنا مرعوبين اصلا في اي لحظة يتصل لنا بالبوليس وشخنا، وبس في نفس الوقت بنقول له صح انت عندك حق وبتاع ومعلش، بس كمان بنناقشه لا واحنا نزلنا عشانكم ومش عشانكم يعني. فقعدنا كده وكل شويه بقى فجاه يسمع صوت على السلم، ففجاه يروح قلنا خش جوه خش جوه. دخلنا اوضه النوم مخبينا في الدولاب ومخبينا تحت السرير يعني. مش كانت لحظه كده غريبه فشخ، لغايه الساعه 7 مثلا الصبح النهار طلع علينا ونزلنا بقى كل واحد راح على بيته. بس انا شايف بقى ايه، وانا ماشي راكب تاكسي ومروح على عين شمس وشايف ناس شبهي كتير يعني، شايف في الشوارع مش باين عليهم ناس نازلين رايحين شغلهم خالص، ده ناس مفروض طالعين دين ابوها من بالليل. خمسة وعشرين عدة وانا فضلت قاعد في البيت. الناس اتهشت جامد في اسكندرية، واللي نزلوا ورجعوا البيت متقدرين تماما. وساعتها ابتديت اشوف ان لا دول صحابي، اللي هو الناس نازله تقول لك انت مقتل قطر، انت بتعمل ايه يعني، انت انت بترد كده ليه؟ انت خلفت في سنه كام؟ 2008. طب انت كده 10 سنين. ما اعتقدش ان هي فاكره حاجه قوي دلوقتي يعني، عمري ما سالتها اصلا انت فاكره ايه، بس هي كانت موجوده، وهي كانت هي كانت سبب مهم في مخي بقى بعد كده، اللي هو ايه اللي بيحصل وايه اللي ممكن يحصل، احسن اوحش او وامانها. اقول لك انا مثلا يوم 25 يناير انا كان جات لي هارت اتاك قبليها بحوالي 10 ايام ولا اسبوع حاجه كده. قاعد قصاد تلفزيون، طب انا افتح تلفزيون مصري الاقي الصورة اللي تحت الكوبري دي وانقل على الجزيرة. تيجي فاطمة تسألني نودي البنات المدرسة ولا لا، قلت لها بالقطع لا، انا اعتقد ان احنا قدام ثورة. كان الفرق ما بين انا صاحي ازاي وباجي بنهي الليلة زي، وكان لسه 28 يناير ما حصلش، لكن أنا حسيت لا ده في شيء تاني خالص بيحصل. اللحظة اللي حسيت ما فيش حاجة هتغلبنا وإن إحنا خلاص دي ثورة وحسني مبارك ده ماشي كان 26 يناير الحقيقة. ويوميها كان مختلف لانه ده كان يوم شغل، ففي ناس عاديه في الشارع وناس بتاعت خضار، في ست بتاعت خضار انا مش هنساها، وكل شويه يطلع بقعه شغب
هي دي اللحظه اللي انا حسيت بجد ممكن. وفاكره يعني فعلا فاكره اللحظه اللي بعد ساعات من يجوا يطلعوا لهم هنا يضربوهم هوب بيختفوا. يعني هم مش طالعين، هم بس طالعين يقولوا ان احنا موجودين، وبيطلعوا لهم من كل حته. يعني البوليس يحضر نفسه هنا طالعينه من وراه ويجروا، فالبوليس ينهار ويجري ويجري في بس كمان في طلبه زي ما قلنا، وفي ولاد مدرسه، وفي ست بتاعه خضار، فيضرب الغاز، فالست بتاعه خضار تقول له بس انت رايح فين يعني احنا بنبيع خضار هنا. فكان في لحظه كده اللي هو بس من هنا، والناس بتكعب البوليس. يعني حسيت هلي فعلا كنت حاسه كلنا مشاغبين وكلنا عارفين احنا ضد مين. يعني هي كان في مش بالضروره احنا عارفين احنا بنعمل ايه، بس احنا عارفين ان الناس دي كل الناس دي اللي في الشارع بتوع المدرسه بتوع الخضار بتوع المحلات كل الناس دي عارفه انها ضد الحكومه. احنا اكتر من العادي اللي انت كنت بتشوف صوره في الناس اللي بتعمل مظاهرات عم تقاطع صحفيين، انت كتير قوي بس انت برضو تايه تماما في انت رايح تعمل ايه. انت زي ما تكون رايح عشان تملى العدد، انت عايز whoever's organizing it يبقى عارف ان حواليه ناس كفايه. احنا في الاول كنا فاكرين ان احنا عملناه نجح، احنا اخذنا التحرير يوم الثلاث الاربع، احنا لما قلنا بقى خلاص نو بول افكت، لا 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 الثلاث وز حققنا حاجه كده، طالعين بعد كده يعني كراش الاربع كل حاجه فشلت. كل الاخبار اللي بتقراها ناس بتتفض وناس بتتشد وناس بتقبض عليها وبيجيبوا ناس من بيوتها وتخلف في كل حته، اول محاوله ما عرفناش نوقفهم وخسرنا وريفر مجموعه الناس دي اتفرقت. اول ما عتبنا الميدان كده يطلع لنا واحد من على قاعد على موتوسيكل كده بطايقكم، بالنسبه لهم في اللحظه دي هو ده الشكل يعني احنا اتنين شعرنا طويل لابسين لبس مبهوأ كده شايلين شنط لابسين حطه اللي هو لا بطاقه ايه كارنيهك دخلنا كده في بتاع، فراح جاي مطلع ادي اللاسلكي وادي الطبنجه اول ما وصلنا عند على ناصيه كنتاكي كده على ناصيه محمد محمود يعني عربيه ترحيلات وبيزقونا جواها على طول. بس واحده واحده كده الناس ابتدت تفك، ففجاه طبعا طلعت كل القصص انه الناس كلها نازله المظاهره طبعا، او الناس اللي تدور على المظاهره او نازله مش حد غير يمكن واحد بجد ده اللي كان رايح يحرم المتحف، باقي كله كلنا طلع كله كان نازل يدور على اللي بيحصل. وأظن دي كانت أكبر خناقة يعني، أو أول أكبر خناقة اتخانقتها مع أبويا بالشكل ده، وشتايم بقى وخرجت عن كل الحدود المفروض متعرف عليها وكده. مشفتوش غير يمكن بعدها بسنة، لأن إحنا بقى بعد كده الموضوع اتطور. سألك إيه وقلت له إيه؟ هو ما كانش فيه أسئلة كتير يعني، هو كان بيحاول يطلع أوامر زي انت مش عارف انت بتعمل ايه، ما مش مفروض تشارك في الحاجات دي، هو مش اي حد يقول اي حاجه تنزل وراها وبتاع. وانا طبعا ردودي كانت كلها اللي هو انت ما يعني طبيعي ان انت تقول كده وانت في المركز ده وانت بتشتغل مع الرسيهم اصلا، مش يعني حاجات كده ما كانش فيه قوي اسئله. في ناس نازلة جمعة الغضب وكل حاجة حوالينا بتقول لنا لو نزلنا هنموت، مش هنموت. احنا قاعدين عند مو مثلا 8 9 10 اصحاب قوي، في رعب 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 حواليك. اول حاجة في تريب ان هم هيقبضوا علينا، في تريب ان هم اكيد صورونا، اكيد هم عارفين احنا مين، فاحنا we're almost committed we're pot committed we have to continue. جالنا الخبر ان سينا mobilized، ابتدينا شويه نطلع، يجي لحد التليفون ان هيموتونا ننزل، نسمع ان الالتراز هتنزل نطلع ننزل، بس هي كانت دايما نازل. بنسلم على بعض واحنا ماشيين بالليل، اللي هو بنسلم على بعض اللي هو يعني بنقوم بنحضن بعض والحضن فيه 5 ثواني زياده، في صمت تام، في يعني 10 قاعدين في اوضه ما بيتكلموش. Just the general vibe of fuck الحفلة دي هتتقفل يعني خلاص. 27 كان جو احتفالي وكنا متحمسين، معرفش احس كلنا كنا متحمسين جدا لإيه اللي هيحصل تاني يوم.
خايفين او انا يعني او لا فاكر ان انا كنت مقلق وخايف بس متحمس فشخ اللي هو مفيش حاجه يعني خايف بس رايح الصراحه خايف على نفسي مقلق من طب هم هيضربوا قد ايه يعني هل هيفتحوا علينا نور هل بكره دي فيها سجن موت تعذيب يعني فيها سيناريوهات لي يعني قصدي اول حاجه انا خايف على نفسي اكيد وعلى اللي حواليا على الناس اللي اعرفهم وعلى اصحابي واهلي يعني ما اعرفش قال لك نعمل اجتماع لليسار عملوه في حزب التجمع ف انك تلاقي الحزب اليساري فاضي هو في اخواننا ده في ثوره ثوره شغاله بره وانتوا مش انتوا اللي عاملينها ها يالله تشكروا لو يعني قلتوا احنا مهدنا احنا عملنا بتاع يعني واتفر يعني بس في حاجه فيها خيال مش بتاعكم ومش بتاعنا مش انكلودنج انا يعني بما فيهم انا اقدر اعمله ان انا احول اهرام اونلاين للمنبر الخارجي الثوره المصريه انا بقى حضرت اجتماعي يوم 27 صغير جدا كده كان اللي هو واحدة صاحبتي قابلتنا ورحنا تقابلنا في كافيه في مصر الجديدة مثلا حاجة في الهو كده أربع أشخاص عشان يقولوا لنا إنه في مظاهرة تاني مفاجأة هتطلع من إمبابة وإنه كأن كده إنه كل حد مسؤول مثلا عن هو يجيب معاه أربعة فيلاقي طريقة يتواصل بشكل آمن مع أربعة تانيين ويجيبهم وهي كانت بتعمل ده معانا يعني برضو الحاجات دي مش عارفه هي بتوصلك ازاي بس كان في كلام ان هم غالبا هيقطعوا الانترنت والاتصالات ففجاه لذاكرتي في 2011 27 دي اكتر ليله انا خفت فيها في 2011 وقتها كنت بقول في حياتي وبعدين الحياه اتطورت واكتشفت انه في اكتر من كده مره واحده في لحظه على جيميل شات كان في نقط خضرة كل الناس الاونلاين وطبعا كان كل الناس اونلاين يعني كله كل الناس كانت موجودة أونلاين لأنه كله بيتابع مرة واحدة كل النقط الخضرة دي بقت gray offline وفيسبوك كله الشات offline فبتديت أحس إنه كل يعني خلاص أنا مش عارفة أوصل إنه يعني خلاص كده وأنا فاكرة جالي انهيار فلو الثورة بالنسبة لي أول جزء لحد 28 يناير كان حصل أونلاين عن طريق الناس اللي كانت في مصر الثلاث أيام لما الإنترنت اتقطع أنا كنت بالنسبة لي الثورة بتحصل مع كل الناس اللي برا مصر ونشير بقى حاجات معرفش ليه نشير على فيسبوك على أساس إن ده معرفش هيفيد مين ونكمل نشير مش عارف إيه ابتديت أعرف إن اسكندرية بقت عوأ في حاجة غلط بقى بتحصل في الشارع شارع مضلمه شارع سكتة تماما مش حاجه وناس بتجري اصوات وانا ساكن في مكان نسبيا حي هادي فالاصوات بتاعتي بقى مريبه جدا ولا في اصوات انا مش طالع عليها خالص فانا نزلت 27 بالليل اتمشى لوحدي وكان في بقى توتر رهيب وابتدى يبقى في ريحه مش لطيفه في الشارع واعتقد كانوا ضاربين غاز قبليها من شويه ونزلت واتكلمنا اتقابلنا يوميها انا واصحابي في الشارع و28 كان يوم الجمعه المشهور ويعني كان النداء الاكبر بقى خلاص يعني فكنت نازل وعارف انه ممكن اموت يعني ما كانش عندي مانع خالص فايته فكنت يعني ايموشنال خالص انه كتبت وصيتي ونزلت مبدئيا كتبتها لاخواتي مثلا واخواتي كلهم غيري تماما يعني هما مش هيفكروا ابعد من دايرتهم يعني مش هيفكروا في حاجات تانية مش هيفكروا في فكره انه ينزل يدافع عن ناس هو ما يعرفش عنهم حاجه لمجرد انهم اقليه يعني يولعوا ونيجا فانا كتبت انه حاجه فيما معناها انه لو انا حاسس ان ده دوري ان انا انزل دلوقتي واني لو مت ده هيخلي اخواتي ينزلوا يجيبوا حقي فلو انه نزول اخواتي واقف على حياتي فانا مستعد يعني اضحي بنفسي وكده بس
ونزلت وقلت انا مش راجع كده بقى.